وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد القادر عمارة يتفقد بجلميم بنيات مائية وطرقية، من بينها سد يقع على بعد 30 كيلومتر شرق جلميم، سينجز بتكلفة مالية تفوق مليار درهم، وذلك على مدى 48 شهرا. ويروم سقي المحيط الفلاحي على مستوى المصب وسهل جلميم وإمدادها بالماء الصالح للشرب وتعزيز الفرشة المائية بالمنطقة. هنا بطبيعة الحال عندنا جوج ديال المشاريع اللي هي مشاريع مهمة، واللي بطبيعة الحال تنشوفوا يعني الانتظارات ديال الساكنة. كاين هذه القضية ديال الطريق ديال بويزاكارن تيمولاي اللي غتكلفنا تقريبا حوالي 14 مليون ديال الدرهم، واللي هي بطبيعة الحال عندها واحد الأهمية كبرى، لأن غادي تسمح بطبيعة الحال باش هاد الطريق تكون طريق يعني بمواصفات جيدة. وكاين هاد القضية ديال تقليم الجنبات ديال الفج ديال أغني مغار، اللي بزاف الناس هضروا عليه، اللي بطبيعة الحال غادي يتصلح وغادي يولي بطبيعة الحال ما فيش ديك الإشكالات اللي كانت فيه. وأعطى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك رفقة والي جهة كلميم ودنون انطلاقة أشغال تهيئة ملتقى طرقي لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وانسيابية حركة السير، كما تفقد المراحل النهائية لأشغال إنجاز قنطرة على وادي الصياد بغلاف مالي تجاوز 17 مليون درهم.